الآن في أرض المشايخ، انظروا الآن في أرض عبد الحي عباس. ابعدوا ابعدوا ابعدوا، الحرارة قوية وكبيرة، الأمر كبير، عليكم بالاحتساب يا مشايخ الجبل، يا مشايخ وصاب. عبد الحي عباس صراحة جاب يعني ما شاء الله عليه، بارك الله لك يا عبد الحي عباس. هذه حق عبد الحي، ايوه نعم عبد الحي عباس يرحب وابنه صور. هذا يعتبر ترحيبا حارا في هذا المشروع في ارضه وباب بيته. القاسي يمشي في سبيل الله ان شاء الله في الجنه كله. هذا امر عظيم وامر جسيم، لا بد ان نرحب، لا بد ان نبارك، لا بد ان نستقبل. صاحب الحرارة يحر و... ايوه ايوه وما عليك معي. ومجيب يصور ذا فوق، مجيب يستقبل، مجيب يرحب، مجيب ما شاء الله عليه. حياك الله يا مجيب، اكرمكم الله يا مجيب. صراحه 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 انتم والله ما قصرتوا، لنا منكم لنا منكم لنا مننا لكم التحيه مننا لكم التحيه يا ابني عباس، يا بني عباس جميعا.